فكرت بكونك عيب للغير وللخير بريد، لو تسعد قلبا بعطاء تدرك أن العيد سعيد. وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بسهرة العيد، وكل عام وانتم بألف خير. وصلنا لطبعا فقرة مسابقة نورتي يا رمضان، وضيفنا أكيد الزميل أحمد الرنتيسي اللي كان منورنا طول الوقت برمضان بعد الإفطار بنورتي يا رمضان. أهلا وسهلا فيك باش مهندس أحمد. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ رانيا، كل عام وانت بخير، تقبل الله طاعات. أهلا منه وسهلا منك يا ربي، كل عام وانت بألف خير يا رب. وانت بألف خير يا رب، صحة وسلامة. الله يكرمك يا ربي. الحمد لله، يعني المسابقة رائعة، كنا دائماً عم نتابع البرنامج، نخلص الفطور على السريع والمطبخ على السريع حتى نركض نلحق نشوف سؤال الذهب. أنا أكيد مش عشان أشارك، عشان أعرف الجواب للحلقة الثانية. صحيح. لكن الناس فعلا كانوا يشاركوا، الكل مهتم، وكان فعلا صداها كتير كبير المسابقة. الحمد لله البرنامج لاقى رواج على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى قناة اليرموك، الكل حب البرنامج بعفويته وبوقته القصير كمان، يعني بأخذ جرعة من المعلومات الشخص اللي بتابع الشاشة، وبالمقابل يعني تحركنا بالاسواق وفي في 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 العاصمه عمان، وكان الناس الموجودين حبوا انه ينسال سؤال في جائزه، هاي الاجواء في ناس كثير حبتها. بالمقابل كمان كان في ناس لما ندخل عليهم بالكاميرا، انا بعتذر ما بدي اطلع معكم. نعم، اهلا وسهلا فيك، اسمح لي انا كمان ارحب فيك زميل احمد الرنتيسي. و اكيد انا لو مكانك بزعل من رانيا، بتعرف ليه؟ بتحكي عنك ضيف. يعني أهل البيت. أكيد من أهل البيت، لكن ضيفنا بالسهرة. أهلا وسهلا فيك، كل عام وانتم بخير جميعا، تقبل الله الطاعات. وأكيد زي ما حكت رانيا، البرنامج عن جد لاقى رواج، والمسابقة المشاركة فيها كانت كتير كبيرة، وإحنا كنا نطلع اسم الفائز بحلقتنا، فكان كتير الأجواء جميلة ورائعة. صحيح. كان في كونكشن بين بيتكم عامر ونورت رمضان، نشعر يعني جزء من البرنامج، يعني نورت يا رمضان وبيتكم عامر هما يعني في خليط جميل جدا. نسلم ونستلم، كلنا نسلم، انت تسلمنا واحنا نستلم. صحيح. ونسلمك. طيب احمد، اكيد تجربتك هاي في الميدان والتواصل المباشر مع الناس، واكيد كنت تشوف مواقف وتصير معكم مواقف، فتحكي لنا هيك عن هالتجربه. بس قبل هيك بدنا نقول لك بيتك عامر، وانت وزوجتك وعائلتك الكريمه، تقبل الله الطاعات، وكنا الاصل تكون معك المدام. والله المدام تستناني في الجاليري يعني. من خلف الشاشة انا بوجه لها تحيه كبيره طبعا. اكيد بوجه لها، هي لو طلعت كان صبرت معي في الايام الماضيه، اكيد بحكي لها كل عام وهي بخير يا رب ان شاء الله. هي لو طلعت كان غطت عليك صراحه، ما شاء الله عليها. الله يسعدكم يا رب. الله يخلي لك اياها يا ربي. المواقف اللي صارت معنا، يعني في بعض منها مواقف مضحكه، في بعض المواقف كانت عفويه من الناس. خلينا شوي نروح للمواقف المضحكه. تتذكر هيك شيء موقف؟ في كثير من اللحظات احنا العالم بصير تتجمهر حوالينا. طبعا انا بالنسبه لي، في البعض بيحكي لي انه هذا الشيء بيكون صعب عليك انه الناس تتجمهر حواليك، هذا الشيء انا بحكي لا، كان سهل علي، سهل علي انه امشي بالحلقه، انه انتقل من شخص لشخص ونعمل معهم المسابقه، فكان اسهل علي ما انه انا انتقل وامشي مسافات اطول. صح. على اساس انه اوصل. وانت ما شاء الله خبره، يعني لك خبره بالاعلام ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وتجمهر الناس كان حوالينا بالعكس يعطي طابع انه احنا شغالين في برنامج، الناس مبسوطين فيه، عم يسالني اسالني، واحد ديزني يمسكني انا بالضبط انا اسالني، وكنا نسال الناس. يعني في نقطة بدي أوضحها وبدي أحكي عنها، إنه كنا خايفين من موضوع ثقافة المجتمع، إنه لما يجي نسأل هاي الأسئلة، هاي الأسئلة الناس هتجاوب عليها ولا مش هتجاوب عليها، هتعرف تجاوب عليها ولا لا. لكن يعني والله للأمانة الناس أغلبها ما في كتير أسئلة ما تجاوب عليها، كله
تم الإجابة عليه بالصورة الصحيحة وانتم شفتوا يعني ما كان في كتير كواليس أو كتات إنه كنا نلغي حلقات أو نلغي فقرات، لا الكل كان يطلع يعني الحمد لله. طبعا قناة يرموك قناة شفافة وواضحة تماما الحمد لله. الكل كل شيء كان يطلع عليها في البرنامج. سؤال سؤال هون التحدي هذا الخطير يعني في ناس تقبل انت لما تعطيهم التحدي مثلا اتصل مع امك اتصل مع صاحبك اطلب 50 دينار شو كانت شعورهم؟ هل في ناس خلص تتردد وتروح ما عجبها ولا كلهم مبسوطين؟ كلهم كانوا مبسوطين الكل شارك في تحدي بيني وبينك، يعني هو تحدي بيني وبينك كان الاكثر ريسك علينا احنا انه بدنا اياك ترن على زوجتك تحكي لها انه بدي اعزم صديقي الجاي من شوف شو رد فعلها، او ترن على والدتك تحكي لها انا شفت بنت الحلال وبكره رايحين نخطب. فكنا خايفين من رده فعل الام ورده فعل الزوجه، لكن للامان الجميع كان رده فعله ايجابي. توفيق هذا من الله صراحه. في احد الحلقات رن رجل على زوجته كانت عند اهلها حكى لها بدي اعزم اصحابي على السحور، فاللي صار بالموضوع انه زوجته هاي كانت عند اهلها حكيت لكم ونايمه شبه نايمه ازعجناها بتحكي له انا اصلا عند اهلي ما بتسحروا قالها بس يعني الله بعينك لازم، وكانوا الناس تتفاعل معنا في هذا الموضوع رن عليها حكى لها لا بدي اعزمه واصر عليها حكت له خلص هلا بروح على البيت ما شاء الله. كان الموقف هذا الشاب اللي اتصل مع صاحبه قال له بدي 50 قال له ابشر مباشره صحيح. يعني هاي طبعا بتنم عن كرم الشعب الاردني اكيد جميل. يعني برنامج صح هو مسابقات، وعاده في القنوات هاي البرامج ما بتكون مهدفه هي فقط الغايه منها انهم يفوزوا أكيد. لكن ان يكون البرنامج له هدف وغايه وانه تقيسوا من خلاله وعي الناس وثقافتهم وقديش الشعب فعلا اسرنا متحابة متماسكة كيف. هذا كان ميزة لبرنامج نورتي يا رمضان، كان ميزة المحتوى كمان. احنا الأسئلة كنا طبعا بوجه تحية للأستاذ نبراس الياسوري اللي كان مساعدنا في الإعداد، والأسئلة كانت يتم مراجعتها أكثر من مرة ما نطلع نسأل أي سؤال، وكل سؤال مهما كان عبارة عن ثقافة صحيح. يعني حتى أسئلة قطع السيارات وأنواع السيارات اليابانية والكورية كان يحمل ثقافة أنك تكون أنت ماشي بالشارع شوف هاي السيارة أمامك وعارف شو نوعها تعرف شو صناعتها بالزبط. نعم جميل. يعني إحنا كنا حريصين في هذا الموضوع. الله يعطيكم. طيب هلا الناس اللي عم بيستنوا جواب آخر يوم رمضان طبعا بمسابقة الذهب وسؤال الذهب خلينا نرجع نذكر السادة المشاهدين بسؤال الذهب لأنه وعدناهم أكيد إن شاء الله اليوم رح نختار اسم الفائز. طيب نشوف السؤال مع بعض يلا. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لآخر فقرة من فقرات برنامجكم نورت يا رمضان، فقرة سؤال الذهب. وسؤال الذهب مثل ما تعودتوا أعزائي المشاهدين عن مكان أو معلم، إذا حزرتوا هذا المكان أو المعلم ادخلوا على صفحة قناة اليرموك الفضائية على الفيسبوك اعملوا لها لايك وادخلوا على البوست المخصص وعلقوا باسم هذا المكان، وطبعا لتكسبوا الفرصة لربح خاتم ذهب مقدم من مجوهرات ديار مكة. إذن أعزائي المشاهدين كنا معكم في كل يوم من أيام الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك في برنامج نورت يا رمضان، وبالأخص في فقرة سؤال الذهب الفقرة الرابعة من فقرات برنامجكم نورت يا رمضان. كنت معكم في جميع الحلقات كحدا بيسأل السؤال، واليوم أنا معكم في الإجابة، وكانت إجابة الحلقة الأخيرة من حلقات برنامج نورت يا رمضان هي قلعة العقبة عن المكان أو المعلم الموجود في الأردن، وكانت إجابته قلعة العقبة. خلينا نقوم الآن بإجراء السحب لنشوف مين فاز معنا في هاي المسابقة وهذا السؤال. طبعا أعداد كبيرة من الناس اللي شاركت معنا وفاز معنا المتسابق إياد صوان، فاز معنا يا إياد بخاتم ذهب مقدم من مجوهرات ديار مكة. أيضا بدنا نقوم الآن بعملية سحب لكل اللي شاركوا معنا في كل الإجابات في كل أيام الشهر الفضيل في سؤال الذهب، واليوم حتكون الجائزة طبعا هي عبارة عن قلادة الذهب مقدمة من مجوهرات ديار مكة. لنشوف مين حيفوز معنا بالسحب على قلادة الذهب مقدمة من مجوهرات ديار مكة. فاز معنا أو فازت معنا سهى هيثم. فزت معنا يا سهى هيثم بقلادة الذهب
مقدمة من مجوهرات ديار مكة. ألف مبارك لسهى ولإياد، وبنرجع طبعا لدعاء وراني في الاستوديو. الله يعطيك العافية. ألف مبروك للي فاز ويعطيك ألف عافية. اسمحوا لي أبعد؟ أكيد تفضل ارتاح. يعني هلأ حيقولوا وجهه حلو علينا، فزنا بالذهب وبالقلادة. الله يسعدكم. ما شاء الله عليك، يعني عن جد مجهود رائع، وخلال فترة رمضان وبالصيام وبالميدان وعم تتواجه مع الناس مباشرة، فكان أكيد مجهود جبار. الحمد لله رب العالمين. بس ما شاء الله عليك، يعني طلع فعلا برنامج إله صدى. مبارك للفائزين لإياد ولا سهى. نعم نعم، فازت معنا سهى بقلادة الذهب، وايضا فاز معنا اياد بخاتم ذهب مقدم من مجوهرات ديار مكه. ومذكر انه بفروعه طبربور وتلاع العلي والصوفيه. يعني مبروك جمهورك اللي بحبك، يعني مبروك لك كمان، لانه بيكونوا مبسوطين لانه نحن جاوبنا بمسابقه نورتي رمضان اللي بيقدمها احمد. فيعطيك الف عافيه احمد. الله يعافيك. في نقطه بدي احكي فيها، انه كتير كان موضوع جبر الخواطر للناس اللي بتشارك معنا تنبسط انك بتقدم له هالجائزه والهديه، بجوز يكون هو بحاجه الها، خصوصا الاطفال الصغار لما كنا نقدم لهم بطاقات الالعاب كانوا كثير يكونوا مبسوطين. يعني نعم جميل. اكيد جميل جدا. يعني في كمان يعني الجوائز الميدانيه كان الها كمان صدى، والناس حتى تكون مبسوطه لما انت تيجي لهم عند السياره ومن جوا السياره وتحكي معهم وتعطيهم جائزه. أكيد. كانت الفرحه على وجوههم. هي فقره على الاشاره كانت السنه مختلفه. يعني فعلا. كنا اثناء الاعداد للبرنامج بدنا شيء ندخل على الناس بسياراتهم نسالهم ايش بيفكروا، نسالهم اسئله جوا السياره، يعني حافظ تاريخ ترخيص سيارتك متى بنتهي، نمرة سيارتك، المساحات شغالة ولا لا، الغمازات شغالة ولا لا. حلو. فكان كتير اشي ممتاز يعني، والعالم انبسطت. وفي موقف من المواقف اللي صاروا معنا لأحد الأشخاص، لا كان حافظ نمرة سيارته ولا تاريخ ترخيص سيارته متى بنتهي، ولا مساحات سيارته شغالين ولا الغمازات شغالين، وخفنا من الشرطة تصير تيجي. ويعني وهذا أخذ جائزة ولا ما أخذ جائزة؟ لا إحنا كان الجميع رابح معنا. في يعني جبرته خاطره. نعم يعني بالآخر إحنا مننوه إنه لازم أنت تقوم ب تميز لمساحاتك. أحمد، شو كان التحديات والصعوبات اللي أكيد مش الأمور مش وردية، يعني كان في صعوبات وتحديات واجهتها أثناء التصوير؟ يعني حكينا في البداية على موضوع إنه مش كل الناس بتحب تطلع على الشاشة. فنكون إحنا ماشيين رولينج في الكاميرا ويلا بدنا نشوف الناس شو بدنا نسألها ونشوف بتجاوب ما بتجاوب، نتفاجئ إنه أحد الأشخاص ما بده يطلع على الشاشة. رقم اثنين رقم اثنين بالنسبة لموضوع ال نسيتني طارت الأفكار. طارت الأفكار. هل يا ترى، طبعا نحن كنا نشوف البرنامج بوقت أكيد قصير، وبرنامجه الوقت كتير قصير، بس أكيد كان ياخد معك كتير وقت لحتى تصور بس حلقة واحدة. إحنا مدة الحلقة الواحدة كانت تتراوح، أول حلقة صراحة في موضوع التسجيل والرولينج أخذت معنا ما يقارب الساعتين ربع ساعة أول حلقة. بعدين بلشت صرنا نأخذ على الجو، صارت يعني تقريبا تأخذ معنا بحدود النص ساعة، ساعة إلا ربع نكون خلصنا الفقرات كلياتها، لأنه في فقرات بدنا نستنى الشخص مثلا على الإشارة لازم يصف على اليمين ويفتح شباك سيارته ونسأله، وعبين ما نعرف بحالنا مين إحنا، فكانت تأخذ معنا وقت. يعني كانت تجربة كتير حلوة والعالم كتير انبسطت فيها الحمد لله رب العالمين. يعني أكيد دائما البرامج اللي بتكون بالميدان ومع الناس بيكون لها صدى كتير كبير. أكيد. وبيكون لها أثر كمان على برضو بتكون صعبة، يعني الميدانية صعبة أصعب من وجودنا في الاستوديو. يعني بيكون شو أضاف لك؟ طبعا إيه؟ شو أضاف لك البرنامج؟ البرنامج أضاف لي إنه أول شيء كشخصية صرت أعرف أتحاور أكثر مع الناس. بدك تسأل الكبير الصغير، المرأة، الرجل، الشاب، يعني بدك كل واحد تسأله بالمرحلة العمرية اللي هو فيها. يعني تكون عقليا نازل للمستوى تبعه وطالع للمستوى تبعه إذا أكبر منك أو أصغر منك، فهذا كان مجهود إضافي برضو إلنا إحنا. المخرجين، المخرج والمصورين برضو كانوا يتعبوا معنا، عيد ما زبطتش اطلع الجائزة هاي أخذها ليش أخذ الجائزة هاي. كنا مرتبين الجوائز بطريقة معينة، فهي كانت كلها جهود إضافية. من وجه لهم تحية طبعا للفريق العمل اللي كان رتبتوا مع حدا عشان يفوز، حدا كان يعني الناس احيانا بتشك في هاي البرامج. صحيح. هلا احنا كانت بالاخص في فقره بيني وبينك كانوا يشكوا العالم انه احنا رنينا على زوجته وعلى امه نسقنا معها قبل ما
زي الكاميرا الخفيه. كنا مباشره ندخل عشان المصداقيه. بالفعل انا كنت اتفاجئ في بعض الاحيان انه شو حيكون الرد. انا اكون حاط اقرب واحد المايك على التلفون ايدك عقلبك بالضبط شو بدها ترد او شو بده يرد. يعني ممكن يكون الرد قاسي صحيح. او يحرجه. في بعض في حلقه من الحلقات طلعنا فيها كان فيها احراج. كان فيها احراج. كان موظف موجود وكان التحدي انه رن على مديرك احكي له بكره بدي اخذ اجازه لانه انا صايم وتعبان. حكى له ما في اجازات وطلعت طبعا يعني فاحنا صراحه زعلنا شوي انه يعني اجبره بخاطره وكنا نحكي للناس انه اي حدا بيرن عليك انت كمدير وبده اجازه او بيرن عليك ابنك بده يخطب نعم او بيرن عليك زوجك بيحكي لك انه بدي اعزم اصحابي على السحور انه اعرفوا انه هذا من قناه اليرموك الفضائيه برنامج بيتكم برنامج عفوا ما تتفاجئوش ولا تعصبوا ولا شيء. بيكون الاتصال عشان يشوفوا ردات فعلكم فقولوا يا ميت اهلا وسهلا بشرف شو بتحب احضر لهم على السحور فهيك بتاخذوا جائزه. والمقلب بيطلع لما يكون عن جد مش برنامج وفيش جائزه. صحيح. طيب يعني أحمد نحن عنا اتصال خلينا ناخذ هذا الاتصال مع بعض ومين معنا خلينا نشوف مين معنا. ما بعرف. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. سوزان عبد العال. سوزان عبد العال. أهلا وسهلا يا سوزان. سوزان أهلا وسهلا فيك كل عام وأنت بألف خير وتقبل الله الطاعات. الله يسلمك يا رب كل سنة وانت سلميني العاد عليكم بالخير يا رب. وانت سالمة يا سوزان. وسوزان يا سوزان خبرينا كيف العيد ولمة العيد يعني معاك هلأ. حلوة والله ما شاء الله ما شاء الله والله مبسوطين والله الأصغار مع بعض والأهل الحمد لله. وانت بتتابع اليرموك اكيد. بتابع اليرموك وبتابع قناه البيتكم عامر. والله الله يرضى عليك يا ربي. تشرف فيك يا سوزان. سوزان حبيبتي معنا زميلنا احمد الرنتيسي اللي كان بيقدم برنامج المسابقات نورتي يا رمضان في قناه اليرموك. نعم في قناه اليرموك وكان يربح جوائز اللي هي خواتم الذهب اليوم هو متواجد معنا بالاستوديو حتى يتواصل معكم بالعيد من داخل استوديو فهو الان ساحيلك للزميل احمد تفضل. كل عام وانت بألف خير يا سوزان. وانت بخير يا رب الصحه والسلام الله يسلمك يا رب. كيف العيد كان معك؟ والله حلو والله بوجودكم ان شاء الله الحمد لله رب العالمين. والله ان شاء الله والله تابعتي برنامج نورت يا رمضان؟ تابعته ان شاء الله من اول الشهر ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. وبيتكم عامر من اول الشهر ان شاء الله متابعه انا وبناتي كمان ما شاء الله ما شاء الله. بدي اسالك سؤال عن اخر يوم رمضان. الامير ووحيدة القماش نعم الجوال مفقود يعني أربعة بالعين متابعين الموقع كله ما شاء الله والله الحمد لله. سوزان بدي أسألك عن آخر يوم من أيام رمضان شو طبختي؟ آخر يوم من أيام رمضان لحقنا ننسى أول مبارك. آخر يوم طبخنا ملوخية والله. يا ريت صحتنا وعافية إن شاء الله. الله يسلمك يا رب والله كان نفسنا تشرفونا والله إن شاء الله صحتنا وعافية يا رب. والله الله يسلمك يا رب. لمين بتوجهي تحيه وعلى مين حابه تعيدي سوزان في العيد؟ والله بعيد على والدتي وعلى الاهل وعلى القرايب والله كل سنه وهم مسلمين يا رب ينعاد عليهم بالخير يا رب وعلى اخواتي وانت واهلك جميعا وعليكم وعلى الجميع وعجلاله سيدنا اول شيء والله كل سنه وانت سلمين يا رب. سوزان يدوم بيتك عامر ان شاء الله يا ربي واحنا نتشرف اكيد فيكم بيسعدنا دائما متابعتكم عن جد احنا سعيدين بسماع صوتك وكل عام وانت بالف خير. وانت بخير يا ربي شكرا لكم كل سنه وانت سلمين يا ربي شكرا. وانت سالمه اهلا وسهلا فيكي. العفو. اهلا شكرا. العفو. نعم يعني هلا كمان بدنا نعلن عن مسابقه دعاء اي حد طبعا هيك الكل اكيد حط ضيافه العيد وحتى الملبس والمعمول وزين الطاوله اكيد بنتمنى تصوروا لنا اياها وترسلوها على صفحه بيتكم عامر واكثر صوره بتاخذ لايكات اكيد رح تفوز بجائزه قيمتها 100 دينار بس مش رح يكون اليوم السحب ولا بكره رح يكون باول حلقه بعد العيد ببرنامج بيتكم عامر ان شاء الله واجمل صوره بدنا يعني تبدعوا بالتصوير وتبدعوا بالطاولات ونشوف مين رح يفوز وياخد المية دينار هدية إن شاء الله. يعني يلا بلشوا هلا صوروا لنا وابعثوا لنا. شو رأيك بالمسابقة تبعتنا؟ جميلة جدا خصوصا إنه البنات بيبدعوا صراحة في تصوير ضيافة العيد صحيح وبلتقطوا لقطات هيك جميلة جدا يعني. أحمد خبرنا
كيف طاولة العيد عندك كانت بالعيد والمدام كيف ذوقها؟ مبينة من ذوقها صراحة. الله يسعدك يا رب. احنا صراحة طاولة العيد يعني السنة كانت انا اول سنة متزوج طبعا. اكيد مبارك ما شاء الله يا رب. نعم. فكانت اول عيد لسه او كان اول عيد بالنسبة لنا. هلا انا وزوجتي حكينا خلص بما انه اول عيد لازم احنا نعمل الكعك في البيت. جربته كانت تجربة يعني من وسط، لا كانت ناجحة ولا كانت فاشلة. وجبنا كان جبنا ضيافة برضو كعك من برا وشوكولاتة أكيد وقهوة يعني سادة. أنت ساعدتها بالكعك؟ طبعا أنا اللي عجبت الكعك. يا عيني يا عيني كان لازم جبتولنا دوقتونا صراحة. والله لازم صراحة. كيف كانت النكهة؟ النكهة لذيذة بس والشكل؟ الشكل هو اللي كان فيه كان الشكل معلنا كتجربة وبعدين صراحة جرأة إنكم تحاولوا محاولة إنك تعمل كعك يعني الست بعد مشوار وخبرة بتقدر تعمل. هي صراحة هي اللي كانت دائما تشجعني يعني يلا شو رأيك نعمل شغلة فلانية شغلة فلانية. نوجه لها تحية أكيد طبعاً طبعاً نوجه لها تحية كثير كبيرة زوجتي ويا رب كل عام وهي بألف خير يا رب إن شاء الله هي وأهلي السنة الجاي مستضيفك معها ومع ابنك أو بنتك إن شاء الله يا رب إن شاء الله بإذن الله يا رب إن شاء الله. طيب إحنا مستمرين مشاهدينا معكم بسهرتنا وبضيوفنا وبفقراتنا اللي بنتمنى فعلاً إنها اليوم تكون سهرة مميزة بوجودكم وبحضوركم. بنذكر كمان مرة بمسابقتنا إنكم تصوروا لنا طاولة الضيافة وال حنسحب على أجمل صورة ويفوز بمئة دينار جائزة لكل حد أو للحد اللي بتكون صورته الأجمل. ما حيكون السحب اليوم ولا بكرة، بأول حلقة من برنامج بيتكم عامر خلال أسبوع يعني الثلاثة إن شاء الله. الحلقة بعد العيد الثلاثة رح تكون إن شاء بإذن الله. يعني يمكن هون احنا وصلنا لنهاية المشوار. نعم. دعاء واستمتعنا اكيد بالضيوف الرائعين، كانت الحلقة ملانة فن بفن ما شاء صحيح. الله بين الرسم والابداع والانشاد واكيد زميلنا احمد مهندسي كانت منورنا اكيد وكان دائما منورنا ببعض الافطار ان شاء الله. يعني بنشكرك بنشكر وجودك معنا، اهلا وسهلا فيك وان شاء الله بنشوف لك اعمال قادمه باذن الله. ان شاء الله كل عام وانت بالف خير جميعا. كل عام وقناه اليرموك الفضائيه بالف خير، كل عام وجمهور قناه اليرموك اللي تابعنا خلال شهر رمضان مبارك كاملا في برنامج نورتي رمضان وكافه البرامج بالف خير. وطبعا ان شاء الله ربنا يعيده علينا وعليكم باليمن والبركات و امين يا رب. الاعياد ان شاء الله اعياد خير على جميع المسلمين، كل عام وانت بالف خير جميعا. وانت بألف خير، شكرا لوجودك معنا. و معنا اتصال حلو نختم حلو هذا اتصال قبل نهاية الحلقة يلا. نعم معنا باتصال متابعة البرنامج اللي حابة اليوم تعيد علينا وإحنا كمان نسمع صوتها ونسعد بسماع صوتها، أسماء أبو سارة. أهلا يا أسماء. أهلا فيك، السلام عليكم. عليكم السلام. أخباركم؟ تمام الحمد لله، احنا بخير ما دمتوا بخير وكل عام وانت وعائلتك بألف خير. اهلا وسهلا فيك يا رب. وانت بخير يا عمري، الله يسعدكم ودائما يا رب وجودكم العيد احلى. الله يرضى عنك يا ربي وتحلى ايامك ان شاء الله. خبرينا كيف العيد معك؟ والله العيد الحمد لله رائع. امبارح كان في اربد واليوم بالزرقاء. يا عيني ما شاء الله حلو. سبحان الله. وهي معكم كمان العيد احلى واحلى الحمد لله. يا حبيبتي اكيد احنا كمان سعيدين فيكم ويعني اكيد معي بالاستوديو طبعا زميلتي رانيا الله يسعدك يا زميلنا احمد الرنتيسي. ما شاء الله عليكم والله من اول بدي احكي معكم وسبحان الله دائما بنتي ثقه شنات صديقتكم. الله يكرمك هي بتنوب عني يعني. الله يخليلك اياهم يعني. عمين بتحب تعيدي يا أسماء؟ بس بدي أحكي لكم إنه إحنا ثلاث أجيال بنتابعكم. أمي من الكويت، أم يوسف أبو سارة تحية إلها طبعاً كل عام وهي بخير وانت بخير. وهي أنا الجيل الوطني وبنتي ما شاء الله. تحياتنا لهم جميعاً. عمين بتحب تعيدي أسماء؟ والله بدي أعيد على كل الأمة الإسلامية وأحكي لهم الله يتقبل يا ربي من الجميع الطاعات والعبادات يعني. وسبحان الله يعني بدي أحكي هو رمضان خلص بس العبادات ما بتخلص أكيد أكيد. فخلينا ننوي نية إنه نضلنا مستمرين إن شاء الله على العبادات. يعني سبحان الله رمضان صار صيار صحيح. والله وخلينا دائما على الطاعات والعبادات. طبعا بعيد على ماما وبابا بالكويت تحياتنا لهم أكيد الأحباب.
كل عام وهم بألف خير. ويعني أسماء إحنا كتير سعيدين بكلمة إنه أنتوا ثلاث أجيال عم بتتابعوا، هذا بدل إنه إحنا عم بنقدم شيء فعلا بتناسب مع الأمهات واللي بعمر الجدات وبتناسب مع البنات الصبايا يعني ومع والله صدقا مش مجاملة. قناة اليرموك إحنا حاطينها بالمفضلة عندنا. أها حلو جميل. هي قناة آمنة، أنا يعني بشارك أولادي من هم صغار عادي، وقناة هادفة وراقية يعني راقية يعني مش أي مش هبد مش أي حكي يا حبيبتي يعني والله يا أسماء أنت الراقية، أنت الراقية. وأنا حتى والدتك لما كانت تبعت لنا وتقول إنه بنتي هي اللي قالت لي تابعي قناة اليرموك في برامج كتير حلوة وبيتكم عامر، فإحنا كتير سعيدين فيك وبنعتز بالناس اللي عن جد بدلوا على الخير وقال إنه هالشاشة بتناسب العائلة. أسماء إحنا معنا زميلنا أحمد الرنتيسي كمان حاب يعيد عليكي. ما شاء الله عليه أحمد الرنتيسي كمان شفناه بمسابقة نجمي. الله يصدق كل عام وانت بألف خير يا رب يا أسماء. وانت بخير الله يسعدك يا رب. كيف تابعتوا برنامج نورت يا رمضان في رمضان؟ والله تابعناه وكانوا الأولاد يا ماما بدنا نطلع بس صعب نطلع بعد الفطور يعني صعب، كان عندنا تراويح. سبحان الله أحكي لكم هي نقطة الأطفال كانت يا أسماء سبحان الله يعني هي النقطة اللي عرناها أهمية عندنا في البرنامج لأنه كانت الجوائز أغلبها موجهة للأطفال. فكانت لما تلاقي طفل وتسأله وتعطيه جائزة ينبسط كأنك معيدة. لا ما شاء الله عليك حتى أولادي بيحكوا المذيع قلبه رقيق بعطي أي حدا جائزة. طب أسماء أنتوا فزتوا بإشي؟ لا والله ما فزنا بإشي. طيب أنت أسماء إحنا بدنا نفوزك بقسيمة تسوق بقيمة 50 دينار من لا فاميليا، وكمان المتصلة اللي سبقتك اللي كانت معنا مين كان معنا رانيا؟ والله نسيت ذكرينا يا آية كمان إلها فاوتشر تسوق. سوزان كان معنا. سوزان إلك قسيمة تسوق بقيمة 50 دينار من لفاميليا. بدي أسألك يا أسماء كم طفل عندك وشو أسماءهم؟ أنا عندي ثقة يعني هم أطفال بس هم يعني يافعين ما شاء الله. ثقة 15 سنة وإسلام 14 سنة. ما شاء الله برضو شاء الله. بدي أربحهم من برنامج نورت يا رمضان بطاقتين ألعاب مقدمة من أوسكار كيدز بارك بفروع أبو سار والياسمين. الله يجزاكم الخير. هاي ما طلعوا على الميدان وكسبوا. كسبوا بالضبط. كسبوا أول شيء إنه متابعوا برنامج نورت يا رمضان وطبعا هذا شرف إلنا وأيضا إحنا ربحناهم جائزة من نورت يا رمضان. يعني إحنا مبسوطين. يلا إن شاء الله مبسوطين. الله يجزاكم. وبعدين حكينا بدنا نحفظ رقم نمرة السيارة وكنا نشيك على كل شيء. يلا هي ما راح تعبكم سودا هيكم ربحتوا. الله يسعدكم ويجزاكم الخير يا رب. وإياكم حبيبتي أسماء العفو. إحنا أكيد اللي مكسبنا وهديتنا إن سمعنا صوتك وتواصلكم وتبعتكم إلنا. شكرا لك يا أسماء. الله يسعدكم. كل عام وأنت بألف خير يا رب يا أسماء. تقبل الله طاعتكم يا أسماء. تقبل الله طاعتكم. تقبل الله. الله معك. هي أحمد شجع الناس إنه يحفظوا أرقام سياراتهم. طبعاً طبعاً. هي هي النقطة إنه إحنا أي نقطة عملناها في البرنامج تلفت نظر. نعم تلفت نظر بالضبط. يعني طفاي العاكس المساحات مساحات الطفاي ليش؟ لأنه لا سمح الله صار معك حريق بالسيارة بالزبط. المساحات ضروري. إذا صار غبرة أو صار أي تشويش على الإطار بالضبط الإطار لازم يكون موجود معك. الغمازات بدك تروح الترخيص لازم يطلب منك غمازات. في هي كانت لفتة وبالآخر في قيمة في محتوى داخل البرنامج. صحيح صحيح. الستات أكيد جاوبوا هاي الأسئلة. يعني أنا فعليا لو تسألني شو نمرة سيارتي ولا أنا للأسف مش حافظ. إحنا كنا موجودين ستات لأسئلة تانية. انه عددي لي 3 أو 4 قطع موجود عندك في ماتور السياره كمان. وفي البعض جاوب يعني فلازم يكون عندنا ثقافه. صحيح. احنا ايش اللي بنسوق فيه او اللي بنشتغل عليه السياره؟ الروديتر والفلتر وهذه والماتور صبابات وفي شيء ومطره المي تبعت المساحات. هاي اهم شيء طبعا. طيب احنا بمحتويات السياره ومقدمه السياره بدنا نختم حلقتنا لليوم. احنا كثير سعيدين بتواجدك معنا. انا اسعد وان شاء الله يعني كل اعيادك سعاده وبالذريه الصالحه قريبا ان شاء الله. وكل عام وانت بألف خير وتقبل الله طاعتك. كل عام جميعا بألف خير ونتقبل الطاعات ودائما منورين على شاشه قناه الله يكرمك يا رب. ان شاء الله بنشوف لك اعمال قادمه جميله جدا ان شاء الله يا رب. يعطيك الف الف عافيه. الله يعافيكم يا رب ربنا يتقبل طاعاتكم. امين واياكم. آمين. يا رب. يعني مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية سهرتنا اليوم. انبسطنا معكم كتير بتمنى تكونوا انتم انبسطتوا معنا وبتزيوفنا وبحلقتنا أو سهرتنا اللي ملانة فن و
طبعا كانت كلها روح حلوة وجميلة جدا. نتمنى لكم باقي أيام العيد بسعادة وفرح وصحة وطاعة من الله عز وجل، وبنحكي لكم كل عام وأنتم بألف خير، فطر سعيد إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير مشاهدينا، بدنا نودعكم وإن شاء الله رب العالمين يعيد علينا الأعياد والمناسبات إن شاء الله بالنصر والتمكين، ويعيدها علينا بالخير والصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير مشاهدينا، نستودعكم الله، في أمان الله.